هذا البرنامج مش ساخر ابدا، الواقع هو اللي صار مسخره على الاخر وضحك على الدقون وخرب حتى الكوميديا زي ما خرب كل شيء. المهم قلت باشكي عليكم قليل وبالمره اقول للمنشاويين وش ولا نفس. السلام عليكم، مساكم الله بالخير والنعيم. ندعي بالنعيم والخير، ولو انه بعد صورة الحوثي ما عاد لقى الشعب لا الخير ولا العافية. كل يوم هو بقصة ما تنتهيش معاذيره، مرة قرعة ومرة دواعش ومرة خونة ومرة مرتزقة ومرة عدوان. ثلاث سنوات وهو يتحوسس يشتي كإمام وحاسس انه الناس مش فاهمة له بالضبط. العفافيش تحالفوا معه وقصدهم بيبرموا علي بدل علي، وقصدك من علي ودخلوا القصبهم. المهم بعدما وقع بينهم اللي وقع، قالها الحوثي الولاية في علي بن أبي طالب وجهاله فقط، بقها للناس والصنفور قرح بينهم وبين علي عفاف. كتبوا باللوحات إنه لازم نتفهم الولاية في هذا الوقت أكثر من أي وقت. الناس ما قصروش، فهموها صح ورفعوا شعار الثورة 26 سبتمبر المجيدة. وضاعت فلوس، اي والله فلوس كثير، فلوس الرواتب اللي لها سنة على لوحات احتفالات الولاية اللي ذكرت الناس بأهمية سبتمبر وعظمة الجمهورية. خلونا نبدأ من ايش قالوا ونرجع للشخوة وخبيرة الولاية. قالوا أول خطوة قبل الاحتفال بالولاية زرط الحوثة مجلس القضاء الأعلى ومؤسسة التأمينات ووكالة المالية، وقبلها كانوا زرطوا الداخلية بثلاثين قرار كلهم من عيال الولاية. وهات يا والولع للعفافشة، إيش قلت يا كامل الخوذاني؟ البداية غيروا كل أجهزة الداخلية، تبعها الاستخبارات العسكرية، ثم القضاء الأعلى، يليها المحاكم، بعدها سنشهد أكبر عمليات اعتقالات ومحاكمات بالتاريخ. حتى زنبيل الصرفي عادوا فهم دلحين بعد ثلاث سنوات، وقال إنه عيال العاصفة كانوا على حق لما قالوا إنه الحوثية هي تيار أمامي إقصائي. لكن بعد إيش يا زنبيل؟ بعدما نتفوا ريش الزعيط ورقعوه ملط، وما يستحيش من الشكوى العلنية انه بيقع له ملاطيم بالبنط العريض، انصار الله يمدوا ايديهم لا فين بالضبط الله اعلم. تستاهل، وفوق هذا تحفى عشان يقع لك مكالمة ايمو من عبد الملك، وفي اليوم الثاني اطفاء بالهواتف. قالوا الحوثة أغلقوا في صنعاء مقهى أنيق وجديد اسمه بن وقشر بدعوى أنه فيه اختلاط. صحيح اختلاط ونص، بن وقشر، لازم البن لحاله والقشر لحاله ولا كيف؟ والناس استاؤوا، فقال لهم الظاهري عادهم بيدخلوا لكم إلى كل عرس ويمنعوا الغناء ويحولوا الأعراس والمآتم إلى دروس وملازم. قالوا إنه أغلب اللي تضامنوا مع مأساة طفلة بثينة زرطهم المخلوع انخلاعا وقام يتبناها. علي النعمة ما تشم منه فلس، كل اللي عمله إنه قطع رزقها، لا عاد حد بيعمل معاها خير. هو بس كان يشتري الصورة طبيعته قتل القتيل ويمشي في جنازته من زمان. بعد ما خلاه الولولي يقتل حسين الحوثي كان يجيب عياله للرئاسة يتفقد الأيثام. مؤمن. كل اللي تضامنوا مع بثينة منتظرين تضامنكم مع الطفلة جنات اللي عمرها 7 أشهر من غير دولة. لا 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 لا.
قالوا برميل ثورة القرى أحمى علي الحوثي راح يزور متبردقين في جبهاتهم وقابلهم حداثهم. ايه والله حداثهم شحافي. مبروك عليكم الحذاء يا مجاهطين، بالعافية والهنا شبعوا. أما المجهود الحربي فقد تم زرطه له والعبد الكريم الحوثي. يكفيكم تفاح القناء وحذاء حمى علي. قالوا بعد اكتمال السنة على انعدام الرواتب، الحمد لله الحمد لله، الناس تعودوا وانتهى الإشكال. كان باقي بس يحاول الحوثة قتل المغني العفاش اللي غنى أين المعاش أين المعاش، بس الحمد لله ما ماتش ولا عاد بيغني. وكل عام وأنتم بخير بلا معاش ولاية زي الفل. الشخوة شاف البتاس المؤتمري على ما يرام، قام تحمس وندع من هدراته بمناسبة يوم الولاية اسم الدلع حق الإمامة. وهذه السنة فتحوا قسم عوائل للولاية وطلعت بشرى بدر الدين الحوثي على الإذاعات تتفتح قسم تفاريط الولاية. دعونا نتحدث عن ذلك النسل الطاهر، ولنضرب مثل واقعي من امتداد نسل النبي والإمام علي والحسن والحسين إلى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أليس يمتلك مؤهلات إيمانية؟ الرع خرجن حتى المغذيات قاحصين. صلوا عليه. هيا تعالوا نسمع أخوها إيش قال. سامحونا دمه ثقيل أثقل من حمى الكوليرا، بس إيش نسوي؟ فما هو أمر الولاية؟ ما هي حكاية الولاية؟ ما هو نص الولاية؟ ما هي القصة؟ القصة أنا بقول لك، القصة إن بدأت برفض القرعة، تذكر؟ سنسقط القرعة ونرجع سعطة. شفت يا مؤمن على القصة؟ لا فين قد وصلت الأمور من القرعة أبو 500 قرش وإسقاط حكومة باسندوة إلى ولاية وتكويش على الحكم بأمر إلهي. لا عاد فيها انتخابات ولا شراكة ولا اتفاقات. حقنا والشاهد الله. كيف الدليل يا عباد الله؟ أنا أحبه. ولكن هذا يدل على حساسية المسألة والتي بقيت حساسة أصلا في الوسط الإسلامي على طول التاريخ، بقيت حساسة دائما، والنظرة إليها والتعاطي معها بحساسية مفرطة جدا جدا. طلعت الولاية حساسية جدا جدا، يعني حكة يا لدة لا تقربش السمك والبيض والموز لأمريكا. عبد الملك الحوثي يقول لكم إنه أشجع من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن علي بن أبي طالب وأكثر جرأة وقوة شخصية منهم الاثنين، وإنهم حاشاهما أفتقعوا يطرحوا موضوع الولاية على الصحابة والناس. وتعرفوا ذيك الأيام ما قد كانش في مضاد تحسس يخليكم تتكلموا بدون ما تحك من الحساسية. المهم طحست الأمة وانحرفت 1400 سنة لا ومن نعث عبد الملك الشخوة وهو صمخ أمه بنت أبو خرفشة مو تحسب، ومعه شوية شاصات مسروقة ما حد همه. قام قرع حال الوسط ولايا ولايا واللي مش عاجبه يلاقيني. الولاية ليست مجرد فكرة خاصة وصناعة مذهبية صنعتها طائفة معينة من أبناء الأمة، لا، الولاية هي حالة قائمة في واقع البشرية. أها يعني طلعت الولاية موجودة عند كل الناس. خلاص ما دامت واقع ليش حد معك جاي تنعت الوضع ده كله؟ لوك 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 ولا فاهمش بتقول. حد يعمل بذا الشخوة خير ويخرجوا بين الرجال والناس يمكن يفهم. بمعنى ما من طائفة في هذه الدنيا ولا من فئة في هذا العالم من أبناء البشر إلا ولها ارتباط بجهة معينة، رموز معينين ترتبط بهم. شوف والله احنا ارتباطنا باليمن بس، وربنا نعبده ونبينا نحبه، وما بقاش دين سماوي وما تبعنا سليمان وعيسى ومحمد عليه السلام. أما دينك لا تركنش، يعني مش منتظرين لأهلك. الناس بعد حالهم مسلمين ومؤمنين وطالبين الله على بطونهم وعيالهم، يدوروا لهم لقام ورواتب. إيش يعملوا بالرموز حقك؟ الرمز حق اليمن الكل يعرفه 00.
967. عن الولاية باعتبارها ولاية الله سبحانه وتعالى، إنما وليكم الله. وهذه المسألة مهمة جدا، لأن العقدة والعصبيات المذهبية جعلت هذا المبدأ المهم والكبير في القرآن الكريم والإسلام العظيم يهمش إلى حد كبير ويتعامل معه الكثير بتوحش ونفور وابتعاد. قلنا لكم الموضوع كله مهمش من أيام الرسول، لو من انقذ الله الموقف بابن بنت أبو خرفشة عبد الشهوة. لا تتعذر ولا شيء، ولاية الله الناس كلها مؤمنة بها، بس قل لي لا فين تشتي توصل؟ ما فيش لا توحش ولا نفور، إلا الحاجة الغلط والكلام البطال حقكم. احنا دارين انك جالس تهاوزنا بالإمامة بس مصلحي، وجالس تحبك لها وتدلعها الولاية البددد. تحررنا من قانوتكم زمان عام 1962، شكله الشيبة حقكم ده طحس وما خلكمش الحقيقة. كما تدرجعوا وأزيادوا بجبال صعبة، لو ما ردوه بلاد أجدادكم طبرستان، وحتى هناك ما قبلوا النوش لاقي، الظاهر كان يلتمخ بردقان وينسي الموضوع. نطلع فاصل، خبيط الشخوة ثقيل، الله ما أثقل دمه وهدرته. فاصل ونرجع لكم. حيابكم ومرحب. ولا يزال الشخوة يخبط ويتخبط في خطاب ولاية الكين حقهم، طاير ونعثر الدنيا، ما فيش حد فاهم في الكون إلا هو، ما هو الحكم وكيف تدار الدنيا دولاز. هذه الرؤية أتاحت المجال وقدمت التبرير والشرعنة لأن يكون المعني بإدارة الشؤون الأمة الإسلامية من هب ودب. قصدوا الديمقراطية يسميها من هب ودب، ها طبعا لازم يكونوا من الشوالة حقكم، يكونوا من المشجر حق أيال الرسي، ولا ما ينفعش؟ حتى بشرى قالت كذا. فقط يتمكن من الاستحواذ على واقع الأمة بقوة السلاح وإغراء المال. هو ذا اللي دخل صنعاء بالفاتحة، اللي دخل صنعاء بطلع البدر علينا، طدك ناسي إيش سويت وكم قتلت. اللهم صلي على محمد وآلي محمد. فكيفما كان جاهلا جائرا فاجرا ظالما فاسقا، ما هناك عندهم مانع أبدا. يتفضل كأنه يكلم نفسه بالمرايا، زي اللي كان حقك كلهم أصحاب سوابق وقتلة ومجرمين وصاروا يتحكموا بكل شيء في حياة الناس ولا على بالهم. يتفضل يزيد فضلك أسلام. الرؤية هذه مستطيع القول عنها أنها تمثل الكهنوت بكل ما تعنيه الكلمة، الكهنوت، لأنها أعطت سلطة مطلقة لا ترتبط بضوابط ولا بقيم ولا مبادئ أبدا للطغاة والجائرين، وأعطتهم شرعية دينية في ذلك. وكأن الله سبحانه وتعالى العظيم والعزيز والحكيم والعدل قد أعطاهم الشرعية والصلاحية الكاملة لفعل كل ذلك في مقابل أن تخضع الأمة لهم. هذا هو الكهنوت. شوف يا تنحى الجروح، هذا اللي تشرح عليها هي الإمامة وقالت تدلع أهالنا بالولاية، تشتونا نقبلها عوقة ولا ثاني؟ المهم من العثرة أو الغترة والبردقان، أقول لكم مرايا. هي الرؤية الغريبة التي يفترض النفور منها والاشمئزاز منها والانتقاد لها والاحتجاج الشديد جدا عليها بأشد ما يمكن أو يكون من العبارات والمواقف. زي ما قال أبوك، ما بش ديمقراطية هذه ما نعرفها. أكثر من كذا إيش تشتو يلي قلتم هؤلاء قوة حديثة. أنت معاك الولاية والبغدادي مع الخلافة، والاثنين تكفروا الديمقراطية وتعتبروها منتج غربي. وعاد كم من عزروت ساهم من صياد لبن بإزمة الشراكة الوطنية، حكمنا وحدنا بالصميل. ها كلام واضح، مربع فيه نور وآخر فيه ظلام، فيأتي يخرجهم من الساحة التي فيها ظلام غدر قبش.
ثم يذهب بهم إلى المربع الآخر أو المنطقة الأخرى التي فيها نور. تكفي أنوارك، الشعب كله طافي، قال نور قال. الواقع يقول المربع اللي فيه بو كهرباء حق المشرفين والأولياء، ومربع الظلام هو حق الشعب المسكين اللي سرقته قوته وحقه. دخلت الشعب البرما ولا عاد خرج. عملية الإخراج هذه من الظلمات إلى النور كيف تتم؟ أيوة، قل لنا كيف تتم؟ كيف سرقتم المولدات الكبيرة حق الشركات والمؤسسات وتوزعتموها بالحارات والسلك ب20,000 بالشهر؟ كذا ولا في طريقة ثانية؟ فالرسل والكتب هما الثنائيان المتلازمان لمشروع الهداية الإلهية. المتلازمان قلت لي؟ يعني الملازم، أقرأ الملازم تنور المنازل بالإيمان البرتقاني بس. أما سراج لا تركنوش، لا سراج إلا للقناديل. هذه الولاية بمفهومها العظيم كيف ننفر منها؟ كيف أقول للبعض لا 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 نريد هذا المفهوم أبدا؟ هذه الولاية وهذه وهذه وهذا، وفوقها زرت لكل المناصب، تقولوا لا 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 نريدها. ليش ليش يا كفرة؟ أكثر من كذا ولاية إيش تشتو؟ طلع جدك أبو لهب فاهم رسالة النبي يا عبد الملك أكثر منك. رفض يسلم لأنه عارف أنه هذا الدين بيساوي الناس كلهم ومات كافر، وانت تشتي بعد 1400 سنة تبرمنا بهدرتين. تعرف انك تأخرت، صدقنا ما حد كان بيقنع جدك ابو لهب يسلم غيرك. لو درى انه به ولاية وخمس وحكم ومسيدة وقندلة انه كان بيبكر يفتح المسجد قبل بلال. بس ايش تقول حمار؟ استعقل، مش داري انك واقي تلحط كل شيء. هل نافذة النور تغلق عندما يعرج بروح نبي من الأنبياء؟ والنبي محمد وخاتم النبيين، خلاص انتهى الموضوع، نجلس الباقي في الظلام إلى قيام الساعة؟ لا، لابد من الاستمرارية لهذا المشروع ولهذا النهج الإلهي. أكيد أكيد، طرح بعده قنابل تضوي لنا، يسبقوا تجاهنا وينهبوا الرواتب حقنا ويلفلفوا الوظائف والمناصب لهم، بس يسرقوا للأمة. ها قناديل ما ترحمش. أسألك بالله، هل قد ظلمت اليمن هكذا إلا بعد ما شافت صوركم؟ قال مشروع نهج إلهي. يا راجل، عاد كان كفار قريش بهم أخلاق ورجولة ويراعوا الحرمات أفضل منكم بمليون مرة. أي منها يمثل الامتداد الحقيقي للنهج الإلهي، المفهوم الصحيح والتعريف الصحيح والمدلول الحقيقي للنصوص؟ أي منا؟ أي منا؟ ما فيش كلام، معهم بصيرة تمليك بالناس من زمان اسمها النهج الإلهي والرباني. لو كان النبي قال لهم إنه مشروع ومشروع ملك، ما جلس العباس عمه متردد يسلم ما سلمش إلا بعد ما فتح مكة، ولا مات عمه أبو طالب مشرك جاي يقول لي معه بلسان أخضر. قد زرط يا شخوة اسم الله الأعظم وقلت إنكم أنصار الله بكله، قد يعني على النبوة والإسلام تكشحهم فوق الشاف. تغفل ثقافة الغدير كل الأبواب على كل الجائرين والمتسلطين والطغاة، لأنها قدمت النموذج. أحلى نموذج فعلا، قفلت الأبواب كلها، لا موانئ ولا مطارات ولا طرق ولا حياة، حتى البوافي قفلتموهم. قال لك اختلاط البن والقشر ما يجوز، ورجعت الأمة والشعب عبيد لكم ولعيالكم لا قيام الساعة. شوف، إذا 18 ذي الحجة هو غدير السلالة، ف26 سبتمبر هو غدير الشعب، وما بوش بقية تغلب قدح. ولاية الإمام علي عليه السلام لم تكن مجرد ولاية السلطة انتهت باستشهاده، بل ولاية اقتداء واهتداء، تبقى الأمة مرتبطة بها على مدى الزمن في كل الأجيال. تبقى الأمة معنية بالالتفات الدائمة إلى علي عليه السلام. طبعاً، كيف ينتهي باستشهاد الإمام علي ومن بيشقي عليكم؟ شوف رقبتك ساع منه كلها من أموال الزكوات والمؤسسات والاحتياطات. الإمام علي كان أشرف من دقلكم وكتبكم باسمه، قال مرتبطة على مدى الزمان. أدخل بيدك وروح أشقي على كرشك جالس تنهب حق عباد الله وتأكل أموالهم بالباطل.
الالتفاف الدائم إلى علي ليستفيد عبد الملك الحوثي وعمه عبد الكريم وعبد السلام فليتا وحسن زيد وأصحاب القراب انقلعوا من حياة اليمنيين. نرى ما يحصل بحق المسلمين في بورما من المجازر الإبادة الجماعية والشاملة والاضطهاد الكبير، ونرى ما يحصل للمسلمين في تعز والبيضة وفي كل مكان، تفجير البيوت، القصف العشوائي والتهجير والاختطافات والإخفاء القسري. نرى أو هؤلاء بوذيين يا عبدو ما هم مسلمين؟ أنت زي الديك داري بالفروض وأرجله بين الضفع، أسكت أحسن لك. اليوم أين تلك الأنظمة التي تقدم نفسها على أنها هي المؤتمنة على الأمة الإسلامية والممثلة للإسلام والمسلمين؟ أين هو النظام السعودي وأين هو النظام الإماراتي مما يحدث على المسلمين في بورما؟ فعلاً أين هم هؤلاء اللي تقدم نفسها مؤتمنة على الإسلام؟ وإيران هي أقرب منهم لبورما بحكم الجغرافية. أنا داري إنك ما درست حافظ مش فاهم، بس زيد قل لنا ما يفعلوا ذول عيال الولاية مع البورميين البوذيين؟ هيا غير الموضوع أحسن لا ننبس. بعض القوى التي ثقل عليها الشرف وكبر عليها الشرف التصدي للعدوان، فكأنها ترى فيه شرفاً أكبر من رصيدها في الماضي. هذه القوى فعلاً بلا شرف، لو كان معها شرف ما قلبتك لداخل صنعاء وما هي مصرة تلعب دور ساترة العورة. أصبر يا عفشفوش، والله أنها لك عندهم للنخار مخلوعاً انخلاعاً من كل شرف، وعادوا رافض مقابلتك مخليك زي الكلب الأقرب ما تحلم تشوفه إلا عبر الإيمو. وبعد يا شاهدين ووساطات من الزنبيل والصومات، ويخرج بعدها زنبيل الصوفي يحقر فرحاً سيدي كلم سيدو، وبعدها اطفاء بالهاتف. اللهم إنا نتولاك وإحنا والكل نتولى، الله ما بوش معنا غيره يخارجنا من وسخكم. الجماعة حامبين بلقاط الموانئ والسواحل، ونتولى رسولك ونتولى الرسول عليه الصلاة والسلام من قبل ما نعرف خلقكم الزرية، ونتولى الإمام عليا عليه السلام، ونتولى علي بن أبي طالب وكل الصحابة والتابعين والمؤمنين رضي الله عنهم، وسير أسألهم، ونتولى أعلام الهدى أولياءك. بس على جنب، ما هذه خليها لك، لا علم هدى إلا هذا ولا أولياء إلا الشعب المؤمن المحتسب الصابر على باطلكم كل هذه الفترة. الشعب اليمني هو من يستحق الولاية المطلقة، ونرفع أيدي اللصوص والمشعوذين عنه ونكسرها كمان كما قال عبد الله الحرازي. خاطر لا.